أسعد الله أوقاتكم أيها المستمعون الكرام، تحية من القلب لكم وعودة من جديد بعد انقطاع لأكثر من عامين عن بودكاست اسمع مني، واللي كانت فكرته منبثقة من بيت للشاعر بشار بن بر. أوحى لي بفكرة استخلصتها لأضع مخطط لبودكاست جديد ومتنوع. الفكرة قد تكون تقليدية ولكن لا يمنع من تكرارها وإضافة بعض اللمسات الشخصية عليها. في هذه المرة وعلى مدى عدة حلقات سأتحدث عن بناء الشخصية المحبوبة من عدة نواحي، نفسيا، فكريا، وحتى اجتماعيا. سنبحر كل مرة في موانئ النفس الإنسانية. خليكم على السمع ولتبدأ الرحلة. وقبل لا نبدأ، من يتابعني عبر يوتيوب يضغط زر الترجمة على يمين الفيديو علشان يتمكن من القراءة، وهي خدمة للأخوة من ذوي الإعاقة السمعية، والله يشافي الجميع. الشخصية المحبوبة مش بالضرورة تكون شخصية تسلطية، ومن تابع حلقة هذا الأسبوع من قهوة وفنجان راح يلاحظ تكراري لكلمة كاريزما. فما هي الكاريزما؟ الكاريزما مصطلح يوناني أصلا، مشتق من كلمة نعمة، أي هبة إلهية تجعل المرء مفضلا لجاذبيته. اصطلاحا فإن الكاريزما هي الصفة المنسوبة إلى أشخاص أو مؤسسات أو مناصب بسبب صلتهم المفترضة بالقوى الحيوية المؤثرة والمحددة للنظام. ولقد استخدم المصطلح في فجر المسيحية للإشارة أساسا إلى قدرات الروح القدس. ويرى فريدريك لوبون أن الكاريزما تكمن في قوة الإغراء والسلطة بمختلف صورها التي يمارسها فرد على جماعة معينة، وتشكل مصدرا أساسيا للمشروعية. الشرح الكامل للمفردة راح يكون في الحلقة القادمة من قهوة وفنجان. ما علينا، ما دام تكلمنا عن بناء الشخصية فيجب أن نفهم أنه علشان تكون شخصيتك محبوبة وجذابة مش بالضرورة تكون وسيم وجميل الملامح. الأفعال ولغة الجسد لهما دور أكبر في بناء الشخصية المحبوبة الجذابة. بس في شيء مهم في هذا الأمر راح نعرفه بعد الفاصل. أهم عامل في بناء الشخصية المحبوبة الجذابة هو الثقافة. نعم، الثقافة. الشخص الذي يمتلك ثقافة عالية يتمكن من إضفاء جاذبية على شخصيته. وكما يقول بعض علماء الاجتماع، فإن الإنسان بطبعه يميل إلى من يقدم له إجابات شافية وواضحة عن تساؤلاته. بس لحظة، الإجابة الشافية لا يعني مزاولة الكذب، وهذا يقودنا إلى المصداقية، وهي العامل الثاني في الأهمية في بناء الشخصية المحبوبة الجذابة. تخيل معي أخي المستمع وأنت أختي المستمعة، لو أن من يقدم النصائح والإرشادات شخص اشتهر بالكذب والمراوغة والاحتيال، من الصعب على الإنسان أن يأمن له حتى لو دعاه لخير يراه أمام عينيه. وهذا يقودنا للعامل الثالث، بس بعد الفاصل. العامل الثالث والأخير هو الثقة المتبادلة. أنا مش مستعد أني أثق في شخص لا يثق فيني وفي قدراتي، وفي نفس الوقت من الصعب أن يثق شخص ما فيني بدون أن أقدم له ما يعزز تلك الثقة. وهنا أنا ما أتكلم عن الثقة العمياء، أنا أتكلم عن ثقتنا في الشخص الذي أمامنا في السير بنا نحو الطريق الصحيح الإيجابي. بس في سؤال مهم، نحن ليش نثق في الناس؟ والناس ليش تثق فينا؟ الإجابة بسيطة يا عزائي، الإنسان بطبعه يميل إلى وضع الثقة بمن يقدم له أو يوضح له الأسباب المقنعة والإجابات الشافية الوافية. بالعربي الفصيح، الإنسان بطبعه يضع ثقته في من يتسم بالمصداقية ويتحلى بالثقافة ويضع أمام الناس مظاهر الثقة. أي أن العوامل الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقا. وبكذا وصلنا إلى نهاية بودكاست اليوم. راح نكمل في البودكاست القادم عن بناء الشخصية المحبوبة والجذابة.
ويمكنكم الاستماع للبودكاست عبر ساوند كلاود، وراح تلاقون الرابط في الوصف. وما دام وصلت عزيز المستمع إلى هذه النقطة، تشرفت بك وتشرف أكثر بملاحظاتك في التعليقات عندنا. وإلى أن نلتقي في البودكاست القادم، لكم مني أجمل تحية وأطيب التمنيات. طابت أوقاتكم.